اوكي قال لكم متى تسجل لونجلي الهادي. ايوا جهدي عليك الهادي هو جهدي عليك. قلنا بان كاين واحد لوصون هذاك لوصون تيدوز في لي موليكول ديال الماء. قلنا بان كاين لي موليكول ديال الماء خمسه هادو وهنا عندنا واحد لو ريسيبتور اللي هو غادي كابتي ديك هذاك هذاك. قلنا هاد لوند اللي تتكون في الماء تتبازا على واحد الحاجه شنو هي؟ كاين ان موفمون دو فايفيان ديال لي موليكول ديال الماء. وقلنا البر بان كاينين لي كوليزيون. لي كوليزيون سيتادير كاينين اصطدامات بين لي موليكول. وهذه واحد لا كاركتيريستيك تري امبورطون تتكون لي زوند لونجيتيدينال يعني لوسون لوسون. تصوروا معايا تصوروا معايا بان لاغ لي موليكول ديالو إل سون إسباسي إسباسي سيتادير أنه بعاد طريقة أخرى يعني هنا تيكون لاغ إيسي لو فيد ما كاين حتى حاجة لو فيد هذا ما يمكنش نلقاو حنا في لاغ لأن في دابا في البيت اللي أنت جالس فيها باغتو إليا دلاغ مني ما تستي غادي تلقى لاغ ما كاينش هذاك لو فيد. أنا تنتكلم على النظري لا تيوري نظريا تصوروا معنا وخا صعيبة باش ترياليزا غير إيماجينيا إيماجيني بأن عندك واحد لوندروا اللي فيه لا ولكن بيناتو لو فيد كاين دي موليكول اللي هما إسباسي بعاد على بعضياتهم بعاد. السؤال اللي مطروح عندي أنا واش إلا شي واحد هضر وحرك لي كورد فوكال واش غاتسمعوه؟ شكون اللي جاوبني؟ يلا تصدلو ولا غادي نختارها غنبقى نحسب ديك اللعبه ديال واحد حتى الخمسه شكون الخمس يلا شكون اللي عطيني الراي ديالو ما كاينش غادي ناخذ سيدي لا 100 بني لا 100 تفضلي. سلام استاذ فهمتي السؤال بنيتي؟ قلتي لينا لا شي واحد دواء واش غنسمع الصوت ديالو؟ لا ما فهمتيش السؤال ديالي غادي يبقى معايا في الميكرو قال دابا انا ملي تنهضر دابا انا ملي تنهضر وكاين قدامي وكاين لا كاين لا هنايا أكيد تسمعوني في القسم ياك؟ مزيان. دابا حنا لاغ في القسم إلا قلنا كاينة إن موليكول دو لاغ إن موليكول إن موليكول إن موليكول إن موليكول راه مكاينش لو فيد لأن كون كان لو فيد في لاغ كون كان لو فيد في لاغ راه بنادم غادي يلقى لو فيد غادي يتخنق ولو غاز تيكونوا لي موليكول ديالو كومباكت تيكونوا مجموعين مع بعضياتهم. تنتكلم على القسم يعني انا ملي سمعتوني في القسم تنهضر معاكم يعني ان دوك لي موليكول اللي تيديروا لو فايفيا تيكونوا شادين في بعضياتهم قراو لبعضياتهم فهمتيني لا ميا؟ فهمت. نعم دابا غادي نطرح عليك واحد الاكسبيريونس تيوريك نظريه تصوري معايا لا ميا لا ميا قلت لك ماشي مشكل لا ميا هي هذيك بانك جالسه في واحد البيت فيها لا ولكن بين موليكول وموليكول كاين لو فيد معنى لي موليكول بعاد مع بعضياتهم هي سي ديفيسيل رياليزي ما يمكنش في القسم نصيب انا لا هنا ولا هنا نقول لك كاين لو فيد ولكن غير تنتصوروا انا تنجيو تنتصور دابا السؤال ديالي الا كان القسم فيه لا ولكن لي موليكول بعاد على بعضياتهم في الراي ديالك الا هضرت واش غتسمعيني مزيان؟ ما كنظنش حيت انت في قسم قلتي لينا في دوك لي زون بحال هكا كيبقاو يدفعوا دوك لي موليكول حتى كيوصل عندنا لو سون هنا ما كاينش دوك زعما ما كتكونش داك لا بريسيون باش يدفعوا دوك لي موليكول ما تكونش لا بريسيون. ميرسي بوكو سمعتك. عطيوني سيدي عمرو النصير. عمرو يلا تفضل البوكورس. سلام استاذ. لاباس عليك لاباس عليك لاباس عليك الحمد لله. كاين شي عشاء باقي تنساليو ملي تساليو كل حقك والحقي يلا سير مرحبا شكرا. فهمتي السؤال عمرو؟ لا فهمت. ممكن تعطيني الراي ديالك اولدي؟ انا كنقول الصوت غيكون ما يوصلش ولا يوصل ناقص. علاش اولدي؟ حيتاش كما قال الدري اللي قبل مني ما كاينش هذاك ديليطاسيون كومبريسيون ديال لي موليكول مادام هما بعاد ما غاديش يكون واصل تبارك الله الصوت مزيان. تبارك الله عليكم تفرحوا لان صافي قطع با عمرو الميكروفون كل حقيا قلنا بان لا بروباغاسيون دو الصون شكون اللي تيكون سببها ديك لا ديلاتاسيون وديك لا كومبريسيون تاع لي موليكول يعني لي كوليزيون الاصطدامات كل ما تيدوز لو الصون
كل ما لي موليكول تيصطادم هنا ما يمكنش يكونوا اصطدامات ولكن يكونوا ضعاف علاش باسكو لا ماتيغ اللي ايروانيي سد تفضل سي ابراهيم سد بغيت نسولك دابا لوند فاش غادي تخرج من لسون لوند غادي يطبق واحد الانرجي على دوك لي موليكول دا لي موليكول دا بيان سور فدي الا كانت ديك الانرجي تقدر توصل لديك لا موليكول ديك الموليكول دونك راه يقدر الصوت يوصل على حساب زعما القوه ديال الانرجي واش تقدر توصل ديك الموليكول تما هو انا اتفق معك ولكن انا تنقش لي كوليزيون دابا واحد القضيه قضيه فيها لي شوك دابا هنا هنا بحكم لي موليكول قراب هذيك الانرجي غتعطيهم واحد لو شوك كبير غيبقاو يقرقبوا دابا ما نسمعوهمش ولكن في هذا لوكا هذا بيان سور غادي تكون عندهم الانرجي بيان سور غادي يمشيو عند بعضياتهم ولكن فيو لا ديستونس كبيره انا غادي نقول الشوك غيكون صافي صافي فهمتي لو الشوك غيكون ضعيف مع اللب ناضي فوالا اذا قلنا بان لو سون تقنيه باش دابا الا بغيتي لو سون يمشي مزيان لو سون يمشي مزيان في اميليو خاص ضروري هذاك لو ميليو ديال بروباغاسيون يكونوا لي موليكول ديالو قراب لبعضياتهم هذه فلاش شيماش تسمى سيتي الماتير بلو دونس لان لي موليكول اللي كانوا قراب لبعضياتهم تنقولوا لو ميليو الي دونس دونس معنى متكاتف اما ici تنقولوا الي موان دونس دونك لو سون دي دوز مزيان الا كانت لا دونسيتي دو ميليو كبيره كل ما كانت لا دونسيتي كبيره كل ما تيكونوا لي موليكول قراب لبعضياتهم كل ما تيكونوا لي شوك بزاف كل ما لو سونتيوس اذا الا بغيتي الصوت يكون مخير خاصك تهضر في واحد لو ميليو اللي فيه لي موليكول مجموعين بلغه اخرى دوز لكم دابا واحد الميساج يعني ان لا فيتاس ديال لو سون تتكون كبيره لان الا قلتي لو سون غيدوز مزيان اشنو هو غيدوز مزيان معناها عندو اون فيتاس كبيره إلا بغيتي تكون لا فيتاس كبيرة خاص لو ميليو اللي تنهضرو عليه تكون لا دونسيتي كبيرة هادي مهمة جدا تندوي على لو سون ماشي على الطونوبيلة دونك لو سون سو بروباج دون لير لي ليكيد اي لو سوليد غادي يجيو ابري انا إلا بغيت ان بون سون افيك اون بون فيتاس خاص داك لو ميليو دو بروباغاسيون تكون فيه لي موليكول بلو دونس دونك بحال الا كاينه اون غولاسيون بروبورسيونيل واحد لا غولاسيون ديال التناسب الطرادي كل ما تزاد لا دونسيتي كل ما تزاد لا فيتاس انا عرفت طنجاوي غيقول لي استاذ طنج عبد الرحمن الصالحي وربي عبد الرحمن ادخل لي يا ولد انا دابا الطنجاوي غاد عزيز عليه النقاش تبارك الله ما شاء الله غيقول لي استاذ دابا واش كاين شي علاقه بين لا فيتاس دولون ديال لا دونسيتي كاينه غادي تجي ابري بلا ما تسولني السي طنجاوي انا اللي خصكم ديروا في الدماغ ديالكم دابا هو ان لو سون سي تي اون لونجيتودينال لوند لونجيتودينال تتبازا على لي شوك ديال لو ميليو بلو لو شوك سون ايفيكاس بلو لي موليكول سون دونس بلو لون سو بروباج فيت بلو سا فيتيس دوفيا كراند صافي معلمي ناطرين دابا عندي سؤال واش لو سون نامبورت كيل سون است كيل سو بروباج دون لير وي بيان سور راه تاع البارح فقدنا التجربه است كيل سو بروباج دون لي سوليد شي واحد عنده الميكروفون يعطيني واحد اكسبيريونس يقول لي استاذ راه لو سون سو بروباج في السوليد ولا يقول لي لا شوفوا انا ما تنقولش واش سو بروباج بسرعه كبيره ولا صغيره ممكن يكون سو بروباج بسرعه صغيره كبيره ماشي شغلي غير المهم واش تيدوز في السوليد شي واحد لاميا صوب ليه زيد يدك اتكلمي يا لاميا سيد ممكن شي ميدان سيد بحال اللي عطاتي لك كنضربو في الخشب كيكونش لاميا سمعي يا لاميا ايكوتي موا لاميا ايكوتي موا لاميا الاستاذ من باباك تيقول لك ديما خصكون احسن مني تيقول هيك بيان سور ما تقش تجيبي لي الامثله ديالي انا مزيان تقولي قلتي لينا لا مزيان تبارك الله عليك اعطيني باباتك غير خشبه سير اختي قلبي على شي حاجه يلاه هذيك
لا هذيك شي واحد اخر يلا عطيونا سيدي اسامه. سي اسامه خذ المايك. استاذ الى بحالك انا في شي بيت كان مسدود كامل، الا كان شي واحد ورا الحيط يقدر يسمعنا ولا دوين يقدر يسمع الحيط الى دو يسمع. ناضي معلم صد الميكرو ديال اسامه. الدراري شي مرة تنكونوا دابا جالسين في الديور ديالنا وحدنا الجيران تنبقاو نسمعوا الصداع شي مرات. ايوا فهم صافي سالينا، يعني الصوت راه داز في الحيط. واحد قال لي داز ضعيف، وماشي سوقي فيه داز ضعيف، انا سؤالي هو واش داز ولا ما دازش. واحد قال لي او ودابا الحيطة والصدر راه فيه البريك، قضية كي درت داز شكون شر ليا في البريك؟ قال لك البريك والسيما، داروا لي المعلمين السيما ولا موزيك والصباغه كي دار تداز. يلا شرحوها. سعد بهنان تفضل. دابا داك الحيط استاذ راه مكون من ماده، داك الماده فاد زعما دي موليكول. دابا فاش غادي فاش غيبدا داو استاذ راه الحيط غيتزعزع. لا لا استاذ وكيفاش بحال استاذ داك لي موليكول استاذ غينقلوا لينا استاذ. صافي 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 قطع تبارك الله عليك. واحد دابا غادي تطرح السؤال هذا ما فهم حتى شي حاجه. اولا بعد الحيط الا درنا ميكروسكوب الكترونيك راه غادي يبانوا فيه ليترو ما تيتشافوش بالعين، هذه وحده. وهذا الشيء اللي تيوقع بعدا ما تيتشافش بالعين راه كيما قال سعيد، هذاك الحيط راه سي لاماتيير، وديك لاماتيير سي دي موليكول، وديك لي موليكول فيهم لي زاتوم. شتي هذوك لي زاتوم اللي في الحيط منين تبدا تهضر راه تيديروا ما داروا ذوك اللفه ديال النار تبدا حتى هما تيديروا بحال هكا، ولكن ماشي الحيط اللي تيدير اي والله شي الحيط حيط راه فين هو الحيط يدير لا، ولكن لي موليكول تيبقاو يديروا بحال هكا. لا اسكو بيان سور بلا ما نطرح لكم سؤال بعيد، بالنسبه لي ليكيد راه تيدوز الصوت، تتكون في البحر تتغطس تشك 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 اكيد تسمع شي واحد على برا بلا ما نشوف بعيد، يعني ان لو صون تيدوز في لا ماتيير ليكيد تيدوز في السوليد تيدوز في الليكيد. مزيان واش تيدوز في لو فيد؟ شكون اللي يعطيني ريبونس؟ واش الصوت يمكن يدوز في لو فيد؟ غادي نختار شي واحد سين وهادي صاحبي انس. السلام عليكم. يمكن الميكرو ما عندوش، غادي نمشي لاشراق عمراوي علواني عمراوي. استاذ لو سون سين 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 اشنو هو لو فيد اشراق؟ كيسكو سيك لو فيد؟ ما كاينش يعني لا ماتيير كتشوف لا ماتيير. لا تصحاب كتقولي ما كاينش الهواء، تصحاب كتقولي ما كاينش الهواء لابسونس دو لا ماتيير لابسونس دو ماتيير. تري بيان الصوت غيدوز؟ لا ما غاديش يدوز في لو فيد. علاش؟ حيت ما كاينش لي موليكول اللي غادي يوقع بيناتهم لا شوك. ها الشابو ديالك خصني نجي واحد الشابو نقول لكم ها الشابو ديالك. بيان سور حنا دابا لو سون تيدوز بلا فيبراسيون ديال لي موليكول، لو فيد ما فيهش لي موليكول اش غيفيبري شنون دونك لو سون ما تيدوش. اش سعد بغا يهضر؟ تفضل سعد. سعد ولكن استاذ راه كاين بحال الهضره استاذ بحال جاتني شويه قديمه، حتى استاذ كاين واحد لقاو استاذ واحد الحاجه استاذ فاش يدور استاذ شي كوكب راه تيعطي استاذ صوت، وزعما منين تيلتقطوا داك الصوت راه تيكون من ليسباس، وليسباس راه ما فيه لا ماتيغ لا والو. واش الصوت ديال من؟ ديال الدوران ديال شي كوكب ولا شي قمر. الصوت ديال الدوران ديال شي كوكب. وفين تيدور داك الكوكب؟ تيدور في لا ماتيغ ولا في لو فيد؟ لو فيد استاذ كنا واش تدي على الكواكب ديال الكون الارض زحل داك الشيء؟ هذاك الشيء هما تيدورو في لو فيد ولا في لاماتيير؟ في لو فيد استاذ. وتيعطيو الصوت في لو فيد وتيتسمع؟ استاذ نصبت لك الفيديو استاذ عاد. نعم استاذ قلت لك استاذ نصبت لك الفيديو استاذ ديال الصوت. صيفطوا لي نشوفو. صافي تبارك الله عليك صيفطوا لي نشوفو ومنين نكونوا لهي غادي نرجعوا للهضره هذه. شكرا جزيلا تبارك الله عليك. الدراري اش تنسميو ايروند اللي تطلب لا ماتيير باش تدوز فيها بلا ما تقولوا عارفين؟ سيتي اون لوند ميكانيك. لوند ميكانيك اشنو هي؟ هي واحد لوند
اللي خصها لا ماتير باش تدوز بحال دابا لوصون سي تي اون ميكانيك. علاش؟ لان تيدوز لا ماتير ولكن ما تيدوزش لو فيد. الى جاب الله شي اونت تدوز لو فيد ما سميتهاش اون ميكانيك. دابا نجيو ليها من بعد. دونك اون ميكانيك سي تي اون بيرتورباسيون كي سو بروباج دون كوا لا ماتير ولكن il ne se propage pas dans le vide. C'est ce que je veux dire. La définition, mais qui est un problème. Il y a une question. Il y a une question qui est sur les solides. Les solides. Il y a une question qui est sur les liquides, une question qui est sur les gaz. D'abord, je vais vous dire. 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 Les gaz qui sont les liquides, qui sont les solides. Je vais vous dire. Je vais vous dire. باش تكون لا فيتيس ديالو كبيره خاص تكون لا دونسيتي دو ميليو كبيره. وفين تكون لا دونسيتي كبيره؟ في السوليد. لان لا ماتير في السوليد تكون لي موليكول قراب لبعضياتهم. في لي ليكيد اسباسي شي شويه ولكن في لي غاز تبقاو. يعني هنا ما تنقولش كاين لو فيد هنا غير تنقصد انا لا كوندونساسيون ديال لا ماتير. اذا في السوليد تيكونوا كوندونسي كوندونسي مزيان دونك لا فيتيس ديال لو سون في السوليد هي ستريكتومون سوبيريور على فيتيس في ليكيد. Parce qu'il y a bien sûr des gaz, parce que l'état solide, c'est la matière la plus dense par rapport au liquide, par rapport au gaz. Il y a une question qui a été posée. إلا بغيت تشرح الأستاذ هو يلا هكذا ما تفرش راسك راه إلا مشيتي تشرح بالطريقة اللي عطيتك غادي يعرفك جاي قارن من الدار غيطلعك غيعرفك جاي أنت غتقول ليه راه في الصوليد كثر لي أستاذ قلتي لينا شوية ديال سميت الدبلوماسية وداكشي لأن قلتي لينا أستاذ بأن راه كاينين لي كوليزيون وأنا تنقول أستاذ في الصوليد لي كوليزيون تيكونوا كثر لأن دوك لي موليكول تيكونوا قراب لبعضياتهم جوج كلمات وما توما تفرشوش روسكم خويا هاد لابارتي الاولى سالي بالنسبه لا فيتاس دو لونت الا بغينا نحسبوا لا فيتاس دو لونت ماشي غير لونت لا فيتاس اون جينيرال كلكم عارفين لا فيتاس كيفاش هي دي ديفيزي بار كوا با سور ديال تاتي يعني تنستعملوها في لا ميكانيك تنستعملوها في لي زوند اي حاجه تتحرك تكون ماتيير نو ماتيير براس بوها الا قال لك اعطيني لا فيتاس ديالها اش غدير تغاتمش تطبق العلاقه ديال في ايكالا كوا دي سور ديال طاطي غادي نعطي واحد المثال غادي نعطي واحد المثال صافي بقاطاج اربع ساعه في بايرن مثال من ان اكزومبل اللي هو ساب اللي درتكم البارح غادي ناخذ داك لو فيل هو لو فيل هاد لو بوان هذا هي سميتها هذا لا سورس حنا في الاول ما كاينش بيرتيرباسيون ما كاينش ديفورماسيون ما كاين والو اوكي هاد لا سورس اكيل دات il va commencer à vibrer قلنا البرد بان ابتي زيرو انا اختاريتها زيرو ولكن ماشي ضروري زيرو غير هي جرت العاده ان تنديرو زيرو مزيان اش غادي يدير لو بوان اس ديال البرد شوفوا معايا غادي ندير بزاف تاع لي شيما سي بوكلي كما صار كيما درت لكم البارحه واحد شويه هاد اس راه تجي الفوق هنايا دونك غادي تبان لي واحد لاكتي دي فورماسيون هاد اس دي ولات هنا شويه ديك اس غادي يرجع للبلاصه وغادي تكبر لي انا ديك الفورماسيون طق واحد شويه لان اس سوج البلاصه واحد شويه وليدي غتلقى عندها لا ديفورماسيون هي هذيك هذا هو لو سونس دي موفمون لو سونس دي موفمون هاد الشيء اكيل دات تي زيرو ايكال زيرو منين غادي تسالي عند لا ديفورماسيون اي الوقت اللي غتسالي ديك لا ديفورماسيون لو طون ما غاديش يبقى زيرو غادي يكون مثلا هادي في الصفر هذه مثلا مع الوحده انا غنقول هذا الشيء مع هذا في واحد اللحظه تاعها الوقت اللي روند غتاخذ هذا الفورم غنقولوا بان في اللحظه مثلا تي دو هنا مثلا غادي نقولوا في اللحظه باغ اكزومبل كوا تي ترو البارح واحد الحاجه باش تبيها ولكن ماشي مشكل هذا الا شدينا بلاص هاد لابارتي هاد لونتري فينا هو المطلع ديالها تتعرفوا الطوموبيلات شوف عندك واحد الطريق وكاين اون فواتور غادية اون فواتور غادية بحال هكا تتقول ها القدام ديالها ها اللور وتنقول هادشي هذا تنقول المقدمة المؤخرة ديالها الشيفور تنقول هذا المطلع هذا هذه المقدمة هذه المؤخرة وانا انا بغيت تقول فين المطلع
دابا غنعطيكم دو بوين ان بوين ا ان بوين بي فين هو المطلع سات او لا بي بي اللي الدراري اللي ما فهمهاش يهزي يديه تخيل دابا هذه بحال الطوموبيله ها المقدمه ديالها ها المؤخره ديالها هذه هي المقدمه هي تنقولوا المقدمه ديال الموجه فوالا هذه المؤخره ديال الموجه بحال الطوموبيله المقدمه تنقولوا لو فرون عقلوا عليها لو فرون بحال الجبهه لو فرون ساهل تاخذ الميكروفون هنا فين كاين لو فرون دابا وفي هذا الشمال فوقاني فين لوخرون فوقاني فين كاين الشكل فوقاني لوخرون هو غيكون واقف غيكون باقي ما تحركش صافي معايا اللي بعيد عليا غادي يكون باقي تما ولكن مازال ما تحركش سي تري بيان برافو ملي تنقولوا اللحظه تي ان خصكم تفهموا شنو هي تي ان لان دابا لوخرون بلونداج تي لوخرون بحال شي حنش غادي يتحرك براسو هذا هو الراس تاع الحنش هو اف منين تيوصل اف هاد النقطه هذه هي اللحظه تي ان يعني ديك التي اللي تعطيك انت هذيك هي لانستون فين كاين لوفرون الراس ديال الحنش هذاك تي دو تيقابل هنايا لوفرون ديما لاضات هي لاضات ديال فرون وهنايا لاضات ديال فرون هو شحال هو تتحرك الا قلت لكم خرجوا لي لا فيتاس دورونت غادي ديروا دي سيرو دي طاتي صور غنقول لك انا شوف خرج لي لا فيتاس ابارتير ديال دي الشيما بجوج بالنسبه ديال طاتي سي كوا ديال طاتي غنديروا تي ان كوموا تي زيرو راكم عارفين شكون اللي ياخذ الميكروفون يوريني المسافه دي فين هي المسافه اللي قطعت الموجه ولكن بين الشيما الاول والثاني ابراهيم واخا ايش سعد ويشرق هضرتو نتوما بغيت اشرف البسيطي سي اشرف سي اشرف مسيو اشرف يلا اشرف كان الميكرو ما عندوش ابراهيم طنجاوي خذ الميكرو وليدي دابا بغيت نعرف وليدي ابراهيم بين هذا بين الشمال الاول والثاني فين هي المسافه اللي قطعتها الموجه وريها لي استاذ بحال دابا عندنا في الفيغور الاولى اس الاف كان على الخط صحيح قبل ما تكون ديفورماسيون قبل ما تكون ديفورماسيون كان هنا كان اف هنا كان اف تما وفي لتحت الديفورماسيون تاعنا كاين اف صافي دي هي هذيك سي تري بيان برافو صافي عيد معلم هذه المسافه دي عرفتي ما فهمتش قال لي كنت غناكلو قال لي هذه المسافه دي هذا مرض قبل ما يتحرك عيف كان هنا دابا ولا هنا صافي سالينا برافو الى شدينا الشيما تي ان تي دو فين هي المسافات المسافات ديال قطعه الموجه نفس الشيء هي من هنا حتى لهنا يعني بين لا سورس و لوفرون فين هي المسافه دابا سؤال اسمحوا لي راه واحد الخطا كاين هنا لا ماشي هذيك المسافه لا المسافه اللي تقطعت بين تي ان تي دو في الاول كان لوفرون هنا دابا ولا لوفرون هنا خصنا نديرو اون بروجيكسيون اتونسيون المسافه دي هي هادي إلا قلت لكم عطوني المسافة اللي قطعتها الموجة أونت تي دو إي تي تروا نفس العملية لو فرون في الأول كان هنا شوية ولا هنا لا ديستونس هي هادي ولا ديروا حاجة نقدروا ناخذوا هاد لي بوان هنا وناخذوا هاد لي بوان ونديروا بروجيكسيون وهادي المسافة دي إي سي لا ميم ديستونس دي سعد بغي يقول شي حاجة تفضل تا حاجة هذا غير امتي اوكي و على بارتي الاخيره باش نشوف بحالكم تنعسوا شي شويه تتعشاو ولا شي هو واحد اللي يقدر تيكون فلونت تيتسمى لو روتار تومبوريل لو روتار تومبوريل دولونت لو روتار تومبوريل دولونت اللي عنده شي فكره عليه ممكن يتفضل ياخذ الكلمه يهضر معايا شويه لو روتار التأخر الزمني للموجة تنشوف لامية وسعد بجوج ماكراتش عبد الرحمن الصالحي أشرف عامر نصيري الوهابي إبراهيم طنجاوي إشراق علواني وسامة ماكراتش واحد فهم إبراهيم الوهابي سير الوهابي تفضل
استاذ راه قويلك داو معاك ما سمعتيني شنو قويلك قلت لي سولتيني على لو في اللي يمكن ولا وي ما سمعت انا ودي عاد سمعت ديما سمعت شويه. مرحبا تفضل لو روتار تومبوريل. انا قلت يقدر يكون هو داك بحال مثلا فاش نديرو فلوند ما بين واحد الفيغير وفيغير هو ديك لا ديستونس بحال اللي تتقطع. ولكن واحد القضيه راه شوف معايا راه لو روتار تومبوريل سي با لي ديستونس سي تان طون عندك سي تان طون هذا ماشي ديستونس مي السميه ديالها معليش. ابراهيم استاذ استاذ انا تخيلت بحال الا كانت عندنا واحد لاكورد عندنا سورس هي الاولى كانت في الاول اف وعندنا واحد لو بوين ام كاين في وسط لاكورد زعما فاش غادي تبدا ديك الحركه داك الموفمون شحال غادي نبقاو نتسناو من ولا الاف لو فرون كان في الاول اس حتى ولا لو بوين ام هو لو فرون شحال الوقت تسنينا. شكرا لك يا رب تبعوا معايا شكرا دراري غادي ناخذوا لاكورد هي هادي هاد لاكورد لو بوين دو ديبار هي لا سورس وهنا فين تيكون لو فرون في الاول مع الدقه الاولى تعرفوا بان دابا لا سورس يل فابي بري فواحد لا دوت غنسمي انا مثلا تي كال زيرو غادي ندرسي لكم هنا بليزيور كورد سي فو بلاي ناخذوا مثلا ثلاثه دابا في الاول يا با دو ديفورماسيون كما قال طنجي واحد الهضره مهمه جدا غادي نختار واحد لو بوين ان بوين من لاكورد ان بوين من لاكورد غادي نجي ثاني نديرو هنا اش غندير دابا واحد الحاجه غادي نرسم لوند يلا وصلت الام فهموا مزيان لوند هي مثلا لا فالور بحال هكا انا غنرسمها يلا وصلت انا غادي نرسمها لكم شوفوا واش بصح ولا غلط يلا وصلت ها يلا وصلت واش هاد لو شيما اللي رسمت تحت هذا بالاحمر واش تيعني بان لوند يلا وصلت الان خذوا الكلمه لا استاذ اذا ماشي يلا وصلت اذا ناش اشنو هذا دافسها تري يلا وصلت خاص لو فرون يكون في ام في لو فرون هو هذا في فات اذا ماشي دابا وصلت دابا فات سمحوا لي غير حيد التخربيق هذا الا بغيتي انتينا ترسم ليا لوند يلا وصلت اوليدي الام خاص تجي الام دير فيه لو فرون فوالا تري بيان دابا لوند هي هاد ها لوند سيدي وصلت انطلقت من هنايا في دات تي زيرو ايكال زيرو غير تكون دارت واحد الوقت دابا لو طون اللي غادي دير لوند باش توصل الان لو طون انا غادي نقول ديلتا تي شكون هي ديلتا تي هي لو طون اللي غاتوصل الان موان كو موان تي زيرو وشحال تساوي تي زيرو زيرو غنحيدوها هاد لو طون تي ان تنرمزو ليه بطو تنقولو ليه لو تيك تنقولو ليه لو روتار temporel de n يعني le retard temporel d'un point n c'est une durée ماشي c'est une distance c'est une durée اللي غادي nécessaire français c'est la durée nécessaire pour que l'onde arrive au point m بالدارجه تعرفت هي الوقت اللي غدير ديك لوند باش لو فرون ديالها يوصل ليها الان هادي كنرسم ليها طو La formule, je t'en fais toujours la vitesse. La vitesse en général, c'est quoi? C'est bien sûr delta t. Je connais y a d. Il y a la distance entre la source et m. T'as dit il y a s m. Je connais delta t, il y a ton m. Il y a delta t, il y a ton m. La règle 3. Il y a s m sur quoi sur le flux. Tu fais le retard temporel. Dès le soir, il y a un autre. Semaine de retard. Semaine de retard. Semaine tout à l'heure. علاش ما نقولوش علاش ما نسموش تقدم الزمن تقدم علاش قلنا التاخر علاش هاد الكلمه التاخر روتار علاش فسر ليا بان ام عندها ار روتار هاد كلمه روتار ديالاش شي واحد عنده الروتار في النمو الروتار في الهضره الروتار في الفهم هاد كلمه روتار اش تحطت هنا ساعه تفضل
ذاك الروتار اللي قدو به ياش زعما راه خاصنا نتسناو ان اللونش يوصل للمعلم يعني خاصنا الام هي اللي تدخل معلم خاصنا نتسناو لون توصل الام تا نتسناو معناها عندنا روتار صافي معلم اخر حاجه غنهضر عليها دابا سيدي رسمت لكم لو شيما هنايا رسمت لكم سيدي لو شيما هنايا ولكن اللون ديال لا وصلت دابا غادي نرسم لو شيما اللون ديال لا يلا 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 فات ام غادي ندوز على هذا الشيما ولكن دابا هذا الشيما اللي قلنا هنا كاين الضغط هذه هذه الضغط هي على ضغط ديال ام فوالا في لو لوند ملي غتوصل ام اش غادي لو بوين ام تتهزو تخبطو الارض ويرجع دير تك تك هبط غادي نرسم لكم دابا انا لوند ولكن فات يالله ماشي فات يالله فات ام عرفتوا البال الا كانت لوند ديال الله فات ام خصها تكون بحال هكا باش يبان لك ام ارجع لبلاصتو باقي 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 شات لوند ها هذه سميتها فات يالله ام فاتها لوند اوكي هاد لو شيما اللي كاين هنا غادي تشدوا ليها فيكم هاد الشيما اللي كاين هنا والشيما اللي كاين هنا هاد المسافة راه شفتوا لا فيديو هاد المسافة ماشي المدة الزمنية مسافة هاد المسافة بين النقطة الأولى والنقطة الأخرى ديال لون تنرمزوا ليها ب ال وهاد المسافة هادي تنرمزوا ليها ب ال تتعرفوا إلى غادي نقول لكم الأستاذ ال تتسمى لا تتسمى لا لونغور دو سينيال لا لونغور دو سينيال لا لونغور شنو هي لا لونغور La longueur, c'est une distance entre quoi? Entre le mot démo et le mot akhira. C'est-à-dire, c'est une définition. C'est une définition. D'abord, le souhait. Souhait. Qui est un delta T? Qui est la longueur du signal? Qui est la durée du signal? La durée, dans la dégoulique, déterminée graphiquement la longueur du signal. Tachid, mais le premier point, dans l'akhir. Maintenant, il y a quel signal? في لا لونغور دو سينيال لو سينيال غتقف من هنا حتى لهنا تقصر تما غير هي هادي ماشي مشكل غير قلت لا دوغي دو سينيال شكون اللي واخد الكلمه الا كانت لا لونغور دو سينيال هي لا ديستونس اونتر لي زيكستريميتي دو سينيال اش تعني لا دوغي دو سينيال اشراق علواني اش تقع ساعه الاشراق تيخبط سير استاذ مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال ديك البوان ام الا بغينا نعرفوا لو دوغي ديال لو سينيال ماشي لا 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 دوغي الا بغينا نعرفوا لا دوغي ديال لو سينيال فحال هي ديك المده الزمنيه اللي غادي تطلع فيها ام وتعاود ترجع للبلاصه غادي سعد شابو ديالك معلمه سعد نفس الهضره نفس الهضره دابا لا دوغي ديال السينيال هي جوج الحوايج هي الوقت اللي دارت لوند باش تقطع المسافه هذه يلا ديروا دي سيريا الوقت اللي دارت باش تقطع هذه المسافه وفي نفس الوقت هو الوقت اللي دار ام باش يطلع ويهبط علاش لان هذا لون دار منين زاد ها انتم شوف منين زاد لان دابا لو فرون كاين هنا شويه ولا لو فرون هنايا دابا هذا لو فرون شحال زاد زاد ال اذا ملي غيكون لو فرون زاد ال ام اش دار دار طق طق هبط جوج الحوايج وقعوا لو فرون زاد المسافة ان لو بوان ام طلع وهبط هاد الحوايج داروا سيمولتانيمون او ميم طون هي هادي ديال طات دونك لا دوري سينيال سوا لا دوري نيسيسير بور لوند بور سو ديبلاسي دو ال او بيان سي لا دوري نيسيسير او بوان ام باش يدير لو موفمون ديال لورو فيغ لو با وهاد وهاد ديال طات بيان سور تنجيبوها من لا فيتاس تندير لا ديستونس هي ال لا لونغور دو سينيال هي هادي وتنجيو سيدي لهنايا وتنقسمو على مدى على دلتا تي وتنجيبو دلتا تي فوا في ايكالا ال اذا دلتا تي هي شحال هي ال سيوز تخيل دابا الكورس هذا بغات تقولوا لي استاذ بخير ساهل هادشي عادي ما فيه حتى حاجه الكور راه ما فيه والو التمارين غادي نديرو 23 تمرين 23 16 غادي تكتبوا هما بغيين لكم فر 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 خمسه سمحوا لي من هنا نقول لكم غادي يشيبوكم فيه دماغ بزاف ولكن انا متيقن
متيقن بان غادي تسرعوه وما كاينش لا تمارين زوينين داكش. بما ان باقا واحد 5 دقائق غادي نعطيكم واحد التمرين، واحد التمرين نيت زوين. شتي هاد الحبل هذا غادي نسمي لاكس ديز اكس. ياك غير شرقيك لاكس ديز اكس، غادي نجي انا هنا غادي نزيد واحد لاكس ديال زيكراك. غادي نمشي للنقطة ام في لو بوان ام واحد. هذاك ام اش دار؟ طلع وهبط يا وسط. ملي تيكون ام تيطلع اش تيوقع لوردوني دو ام ايكراك ديالو مع مرور الزمن؟ هانتوما ملي غيكون ام هنا ها لوردوني ديالو، تتكلم على ايكراك، ملي غيكون ام هنا ها لوردوني ديالو، يعني ما حد ام تيطلع ولي فالو دو ايكراك تيطلع ولو طون تيطلع بيان سور. ابري لي فالور دو ايكراك غينقصو والزمن غيبدا ينقص. انا غنترسي لكم واحد لاكورب، واحد لاكورب ماتيماتيك، واحد لاكورب ماتيماتيك اش فيها؟ فيها كومون فاري ايكراك دو ام اون فونكسيون ديال لو طون. اتونسيون، هادي هاد المنحنى اللي غنرسم سي با موجة، راكم في المطناطيين. هادي سي تي اون كورب لي غتعطيني ايدي كومون فاري ايكغيك ديال لو بوان، لان قلنا لو بوان تطلع تهبط، دونك لي زيكغيك تتغير اون فونكسيون دي طون. غادي نجي اخويا نرسمو ليك انا، غنقول لك سيتي راه جا بحال هكا، انا اللي غنرسمو. هادي خدمتي، ماشي خدمتي، خدمتي هادي، هادي اون سكوند، هاد لافالور دو وهاد لافالور سانك. السؤال اللي مشيتو فيها، اشنو هو التاخر الزمني ديال لو بوان ام من لاكورد؟ واش لو روتار تومبوريل؟ واش دو؟ واش سانك؟ واش شي حاجه اخرى؟ اللي هز يدي غنعطي الكلمه للكل. اشراق، لو روتار تومبوريل غيكون هو 3 سكوند، يعني 5 موان 2. هذا راي، هذا راي ديال اشراق، مشكوره. شي حد اخر؟ سعد، إذا غادي تكون السدية 3 ناقص 2. 3 ناقص 2 هي 1، شكرا. أش غديرو؟ كتبو كتبو في الشاط، كتبو باش ما نبسطكمش، كتبو كتبو. سير سير، يلا يلا، هاي هاي هاي، تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله العلامة. يلا سير، الله سير سير سير. سير سير. يلا كتبو كتبو لي غيبونس، كتبو. 3 لامية 3. سير. 5 ناقص 2 نصيري، 3 سير 3 هاك. ايوا على سلامتكم، على سلامتكم العلماء. اشنو هو لو روتور طومبوريل؟ شوف يلا جبتو الربحة اون كولور. اشنو هو الروتور؟ خليو هادشي. اشنو هو الروتور طومبوريل؟ هي هو الوقت اللي غدير الموجة باش توصل ان، صحيحة وسند. الموجة الساعات كتكتب ليا 5، ممكن ممكن ولدي ممكن، هو الوقت اللي غدير الموجة باش توصل ان. طيب خويا ملي الموجة وصلت ان اش غدير؟ ان غتبدا تحرك. عاودوا جاوبوني شحال الروتار طومبوريل؟ أسامة ولا ردها جوج؟ أسامة سير، أسامة ساعد جوج، سير إبراهيم جوج. العفاريت ديال سيدنا سليمان خاصني نهضر باش تفهم. صيدتكم في الأول، جتكم داك الشي 5-5 مشيتو فيها كاملين، هو دو. علاش؟ لأن دابا شكون طوعن؟ هي اللحظة، واحد اللحظة لوند غتوصل مزيان. اون فوا لوند وصلات غادي يبدا لو موفومون دو ام، هو هاد النقطة. لأن دابا هذا هو الديبي ديال لو موفومون، هذا هو لو موفومون طلع هبط، الديبي دو موفومون هو هاد. إذا هادي هي طول عين بشخ طول عين. أعطوني دابا لا ديوغي ديال لو سينيال بلا ما تعطيو والو، هذيك هي هادي لا ديوغي ديال السينيال
la durée du signal. Il y a 5 moins 2, il y a 3. هذه ماشي مشكل. هذا بس سؤال. عرفتي لا ديفيكتور غادي نخرج لكم التليفون. شحال لا لونغور دو سينيال؟ لا لونغور الا ابي. استاذ كاين هذا الشيء ما عندنا والو بح. اوه وانا كاين راه ولكن كاين واحد المعلومه سايب شتي المسافه اس ان عندي متر امتر المسافه بين اس و ام عندي امتر شكون ياخذ الميكروفون لان ما بقاش الوقت باش عرفت السؤال هذا عطاو في لاميتسين والعام اللي فات صيدوه مزيان وعجبني الحاله داروا الصابو البلدي ما كاين غا اكبرك شكون ياخذ الميكروفون ياك غادي تحسب لا لوندور دي سينال عندك شي واحد يقول لي هذه هي راه غناكل راه ماشي حيل هذا راه زمان هذا خلاص طنجاوي انت شو جات تزويت نقعد بزاف سير سير طنجاوي كنظن هي هذيك سد ما بين 5 و ديال الإيكغيك عندي طنجاوي غادي نعطيك طنجاوي نعطيك راه واقيلا هذيك لا فالور ماكسيمال ديك القبه اللي كاينه فوق لا فالور القبه ديال محمد الشرقي الإيكغيك ديالها الإيكغيك ديالها خويا كتب عليك بقى معايا بقى عرفت شات على الـ Y القصور هي أعلى مسافة غتوصل ليها أعلى بحال طلعتي للجبل قطعتي كولومتر لقيمة الجبل هذا كولومتر هو Y أجب هذاك العلم تقدر تكون ديك لا ديستونس ما بين 5 و 2 طنجاوي غناكل راه 5 و 2 ماشي ديستونسيال راه زمان لو طون هذا ماشي ما عليكش حسن جدا غادي نعطي سعد نوراها 10 كاميرا ويسير سعد سعد غنشوف بعد البيتات عندنا تما كثر لا بس كمل صافي كيف عاود 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 اجبدي عاود عاود بدا نحسب وسط البيت يلا حسبها لي يا سيد بدا نسد بعد السد بعد دلتا تي بعد راهي 5 ناقص 3 شنو جوج صحيح 5 ناقص 2 هذيك عرفتها الفوق ولكن لا ديستانس اونتر اس اي ام هي ميترو انا نرسم لك لو شيما شوف شوف دابا عندك اس هو هذا وذاك ام على جداوي انا هي هذه والمسافه هنا هي امتر سد غادي ياك غادي هذيك السد غادي نديرو سد الماكس ديك لومبليتود غادي نديرو هي لومبليتود هو 3 بحال هكا قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا نقول لك شوف عرفتي ضحكتي هذه سميتها لا فيتاس ديال لونت وانت مشيتي خديتي لا ديستونس باركوري باغ لو بوان اجاب لو بوان لونت شكرا اشرق استاذ باش نحسبوا لا فيتاس غناخذوا لا ديستونس هي 1 متر سمح لي شوف سعد اتونسيون لا فيتاس دو لوند سعد لا فيتاس دو لوند قلت لك اشرق غادي دير لا ديستونس باركوري باغ لوند اس ام المقام اشرق وفي لو طون غنديرو 5 سكوند حيت هي لا دوغي اللي حيت هي لا دوغي اللي ما بين اس و ام باش يعني باش توصل النقطة ام باش توصل الام لديك البلاصة البوزيسيون ديالها شريفة تنتكلمو على لوند ماشي ولا شي لو بوان خصنا نديرو لا دوغي شوف خاصك ديري الوقت اللي دارت لوند باش تمشي من اس الى ام وقلبي على فالور شغل كادك خاصك ديري هنا لا ديوري الوقت اللي دارت لوند اونتر كوا اونتر لو بوان اس اي لو بوان ام اكيد غتفقي معايا طنجاوي سير سيت قدروا نديروا عندنا لا فيتاس ديال لوند لي اس ام سيغ لا ديوري ديال لوند غتكون هي جوج لا
إيجالا إل إيجالا آه يجوز إيجالا إل ناس أسي ناس دابا إس إم عارف اللي هو إس إم ياك آه سير جوج سير جوج باش اسمح لي يا سامي الدراري هاد الجوج متفقين شكون اللي ما متفقش ياخذ الميكروفون يلا هاد الجوجات اللي ما متفقش ياخذ الميكروفون فعلا جوج سمعوا مزيان اشنو هو الوقت هاد غير اشنو هو الوقت اللي دارت لوند من اس الى ام الوقت اللي تدير لوند من اس الى ام هو تاع هو الروتار تومبوريل هو طو ام هو هو هذا طو ام راه هذا هو الوقت اللي دارت لوند راه خرجنا قبيله اشنو هو طو ام قلتوا لي هي دو طو ام هي داك لو طون اللي دارت لوند اونت اس ام اللي راه ديرنا طو ام هي يشرق علواني خذ الميكروفون جديد نعم استاذ ثاني ولا والو لا صافي قسان لاز ابري غادي نلعب لعبتي كاين علاقه اخرى في لافيتاس راه كان طنجاوي قول الطنجاوي اللي يقول لك يقولوا لك تيوريك يلا صافي استاذ عندي عاوتاني ديك فيديو لوند ايكال في في ال ال سور في ال سور دلتا دلتا تي دلتا تي ال سور في راه غنخرج من التليفون دلتا تي وفي الاخر غادي نديروا بان اس ام ديفيزي بار تو ان ايكال ال سور دلتا تي وغتقلعوا دلتا تي شفت ملي كيدير فن تصبحون على خير الى اللقاء تبارك الله عليكم غدا ان شاء الله الجروب الاولاني الخمسه ونص كالكولاتريسات جوع وريع تابر الجروب الثاني المغربي مع الجزء ان شاء الله الى اللقاء تصبحون على خير لما استاذ شكرا العفو مرحبا الله يعاونكم استاذ واحد الكيستيون تفضل تفضل استاذ بس استاذ راه خاصنا نستاذ واحد الكونديسيون من بعد استاذ قولها ما خاص استاذ بعد ندخلوا استاذ لي فخوطمون وداك الشيء الشيء اللي جينا شنو استاذ بحال دابا خدامين يمشي شي كورد الى لعبنا به استاذ راه غادي يكون بحال هذاك لوند غادي غادي تبداو غادي تنقص مع الوقت وحتى غادي وي هو في الحقيقه في التمارين تيقول لك اون نيجليج ماشي تي افيش تيقولوا تيقول لك اون سي بوز que la vitesse de l'onde est constante. Clem que le mahal dit. Ou à travers le tamarina, à travers les quatre vélicum, on suppose que la vitesse elle est constante. Oui. Le point M est la winze. Ou est-ce le point M est la vitesse constante? Il y a une onde qui se propage, il y a un point qui vibre. Ou est-ce que la vitesse de point est constante? Cette vitesse instantanée. استاذ راه تتوصل واحد اللقطه تتولي عنده استاذ فهمتي بحال نعطيك واحد البالو تكون عنده ثلاثه غير تدوز لوند ثاني تترجع عنده زيرو اي انت شوف دابا لو بوان جدا تيطلع ويهبط ياك تيدير هكا شوف تيبقى غادي هكا ويهبط اعطيني لا فيتاس في الماكسيموم استاذ راه هي الفيتاس استاذ في الفخو شحال كيف شحال دابا لو بوان ام اللي غادي يوصل للقيمه القصويه وليت مجاي في لو بوان ماكس شحال عنده لا فيتاس ديالو خصو لا فيتاس لا فيتاس راه وقف تما دابا اش دار ام طلع وقف هو يهبط بما انه وقف الفوق اذا لا فيتاس زيرو الفوق لا شوف ما تندويش على روند ما تندويش على روند على لو بوا لو بوا لو بوا شوف 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 هذا الستيلو هذا شتي ملي نوصل لديك النقطه الفوقانيه كاع شحال لا فيتاس ديالك اش تخصو اصلا واحد الوقت استاذ باش يسويتش باش يقلب باش يقلب باش يقلب لو موفمون اذا ديك الساعه زيرو
توقف واحد الوقفه في رمشه عين باش يرجع. معلم تبارك الله عليكم، اسئله زوينه. صيفط لي الفيديو نشوفوا، الله يعطيك الخير وليدي. الدراري صافيه ما كاينش الاسئله، صافي الى اللقاء. اللي عنده شي سؤال مرحبا. وي مرحبا تفضل. قلت لنا دابا ديك ما خصناش نعرفوها، ولكن السيد راه نقدر